اللي تشوفها الحين قد تكون الأرض في المستقبل، ملتهبة، مخيفة، لا حياة فيها، وحرارتها 500 درجة. صورتها تبدو من الفضاء حمراء لا زرقاء. هذا ما يتوقعه العلماء إذا استمر الاحتباس الحراري بالازدياد. بتصير الأرض نسخة من كوكب الزهرة الملتهب، اللي عانى منذ زمن طويل من احتباس حراري شبيه بالأرض، وصار ثاني أكسيد الكربون يشكل 95% من غازات الكوكب. نحن اليوم نمضي تجاه هذا المستقبل بسرعة، والوقود اللي نستعمله واللي باتت حياتنا مرتبطة فيه كلياً قد يوصلنا في يوم من الأيام إلى أرض مخيفة لا حياة فيها. إحنا ماضين تجاه هذا المستقبل مرعب وبسرعة، لأن مصادر الطاقة اللي نستهلكها عجلت من مشاكل الأرض، واللي زاد الطين بلة هو أن تكلفة استخراج الوقود، طبعاً أقصد به أي نوع من الوقود مش فقط النفط، صارت أقل من قبل، وصار تخزينه وشحنه من مكان إلى آخر في العالم سهل جداً، مما جعله مصدر رئيس مصادر الطاقة والتلوث أيضاً. هل تعرفون أن الفحم يعد أسوأ أنواع الوقود؟ استخراجه من الأرض ينتج غازات سامة وخطيرة تشكل خطر على الهواء وعلى عمال المناجم، اللي ممكن أنهم يختنقون لو قضى وقت طويل في داخل المنجم. لو صار خطأ بسيط بينفجر المنجم كله. لذلك تعد وظيفة التنقيب عن الفحم إحدى أخطر وظائف العالم. لكن رغم ذلك فإن 50% من محطات الكهرباء في أمريكا تعمل بالفحم، تصوروا، و80% من محطات الطاقة في الصين تعمل بالفحم أيضا. الغريب هو أن الطلب على الفحم في الصين يفوق الطلب العالمي كله. يقال أن أول من اكتشف النفط الخام واستخرجه من الأرض كانوا أهل العراق، وفي العصر العباسي كان النفط يستخدم لإنارة قصر الخليفة وللتدفئة، وكان استخدام النفط لإشعال أضواء الشوارع في بغداد شيء معروف، وانتقل مع الوقت إلى كثير من مدن الدولة العباسية. حد من الناس يظن بأن النفط يستخدم للطاقة فقط، لكن هل تعرفون بأن نصف الإنتاج النفطي يروح للبنزين، أما النصف الآخر فيستخدم في منتجات كثيرة جداً، مثل صبغ الأظافر، صناعة الأنابيب، الأقلام الشمعية، الكبسولات مات الأدوية، وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. وفي المقابل البيئة هي اللي تدفع ثمن هذا كله. البترول يطلق غازات وأبخرة خطيرة في الهواء اللي نتنفسه، بالإضافة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون. ورغم أهمية هذا الغاز في التوازن البيئي، إلا أنه من أخطر الأشياء على صحة الإنسان. أما حوادث تسرب النفط في البحر فهي من المهلكات البيئية. بالمناسبة ترى السفن العملاقة تلوث البحر رايح جاية كل يوم، بس إحنا ما نحس بذلك ولا نسمع عنه في الأخبار. ومن أقل مصادر الوقود تلويثاً للبيئة هو الغاز الطبيعي، وهو مجموعة من الغازات اللي نستخرجها من باطن الأرض، تتكون معظمها من غاز الميثان ذو الرائحة الكريهة. هذه الغازات أو تجاوزاً بنسميه الغاز الطبيعي نستخدمه للتدفئة والطبخ وأحياناً لكي نولد الكهرباء. اللي منكم لحق على الثمانينات أكيد يذكر كم جهاز في البيت كان يستخدم الكهرباء: المكيف، الثلاجة، التلفون، شو بعد؟ تقول الإحصائية 4 أجهزة فقط، هذا هو الأفرج المتوسط. أما اليوم فالبيوت فيها تقريباً 25 جهاز كلها تشتغل على الكهرباء: الكمبيوتر، البرنتر، التلفون، الراوتر، الثلاجة، الميكروويف، التلفزيون، الرسيفر، وأشياء كثيرة غيرها. لا تقولون الله لو بس يرجع زمان أول، صدقوني ما بتقدرون تعيشون فيه. التحدي هو ليس في محاولة استحضار الماضي وتكراره، فالحياة لازم تستمر، بس التحدي هو كيف نتعامل مع الحاضر ونخطط حق المستقبل. طيب إذا إحنا ما نقدر نستغني عن كل الأشياء هذه، في الوقت نفسه ما نقدر نضحي بالكوكب، فشو الحل؟ مش حل واحد، عندنا حلول كثيرة تكمن كلها في مصادر الطاقة البديلة. هل تعرفون أن كمية الطاقة اللي توصلنا من أشعة الشمس في 6 ساعات فقط تكفي لسد جميع احتياجات البشرية لسنة كاملة؟
لكن المشكلة تكمن في التكنولوجيا. لما نقول استخدام الطاقة الشمسية، الواحد منا يفكر ويقول هذا اختراع حديث 10 سنوات عمره أو 20 سنة. ما بصدقون لو أقولكم أن الإنسان استخدم الطاقة الشمسية قبل الميلاد ب700 عام. تعرفون كيف؟ كانوا الناس يعكسون الأشعة الشمسية باستخدام المرايا على القش والخشب لإشعال النار. وهناك قصة تروى عن أرخميدس، إذا تحيدونه صاحب القصة المعروفة وجدتها. أرخميدس استخدم الطاقة الشمسية منذ تقريباً 200 عام قبل الميلاد، لما صقلية حاصروها الأعداء بالسفن. فشو سوى؟ جاب المرايا وحول أشعة الشمس باتجاه السفن الخشبية إلى أن احترقت وغرقت سفن العدو. في القرن 19 اكتشف مجموعة من العلماء أن بعض المواد الصلبة تنتج كهرباء من الضوء، لكن فقط من 1 إلى 2% من كمية الضوء تتحول إلى طاقة. وبعد 100 عام من البحث والتطوير تم تصنيع أول خلايا شمسية باستخدام السيليكون، وكانت أولى استخداماتها هي تدفئة المياه في داخل المنازل. واليوم تحولت هذه الخلايا إلى إحدى أهم مصادر الطاقة لبعض الدول. هذه حقول عملاقة في ألمانيا تسمى مزارع الطاقة الشمسية. تحول هذه الألواح ضوء الشمس وحرارتها إلى كهرباء، واليوم توفر هذه المزارع 50% من احتياج ألمانيا للكهرباء، وتسعى ألمانيا لتغطية كل احتياجاتها من الكهرباء في المستقبل من الطاقة الشمسية. هل تتخيل حياتك بدون فواتير كهرباء؟ ترى ممكن بالطاقة الشمسية. ألواح الطاقة هذه قادرة على الإنتاج 20 سنة، تصوروا. لكن مشكلتها أنها مكلفة وتحتاج لألواح كثيرة علشان تشغل بيت صغير، يعني عندك مشكلة مساحة. وأخيراً مشكلة التخزين. هذه الطاقة تتخزن في بطاريات، البطاريات تفضي بعد مدة حتى لو ما استخدمتها. المشكلة الأكبر هي في الدول اللي ما تطلع عندهم الشمس إلا في أشهر قليلة. تعرفون من أول من استخدم الرياح كمصدر من مصادر الطاقة في التاريخ؟ المصريون القدماء قبل 5000 سنة، تصوروا، وكانوا يستخدمونها لتسيير قواربهم في النيل. وبعدين باقي البشرية استخدمت الرياح لدفع السفن التجارية والأساطيل العسكرية. قبل 200 سنة قبل الميلاد استخدمت طواحين الهواء في الصين لضخ المياه في المزارع والحقول، واستخدمت الطواحين أيضاً في بلاد فارس وبعض مناطق الشرق الأوسط قديماً لطحن الحبوب. وبعد الحروب الصليبية نقل الأوروبيون فكرة الطواحين إلى أوروبا، إلى أن صارت الطاحونة من التراث الشعبي الأوروبي. أما اليوم فهي إحدى مصادر الطاقة. مثلاً الدنمارك تحصل على 39% من حاجتها الكهربائية من خلال طاقة الرياح. هذه التوربينات الضخمة اللي تشبه طواحين الهواء القديمة تبنى في المناطق اللي تكثر فيها الرياح، مثل الأراضي المفتوحة والممرات الضيقة بين الجبال وعلى سواحل البحر اللي تشتد فيها الرياح. على عكس الطاقة الشمسية فهذه التوربينات رخيصة الثمن، والطاقة اللي تنتجها من الرياح فعالة. وأهم ميزة لها أنها طاقة نظيفة تماماً، ما تحتاج إلى وقود ولا تلوث البيئة ولا الجو. لكن المشكلة هي أن احنا ما نقدر نتحكم بقوة الرياح، والتوربينات تحتاج أحياناً للرياح قوية علشان تنتج طاقة أكثر، وأحياناً حتى المناطق المشهورة بالرياح قد تخف فيها الرياح أو تتوقف لكم من يوم، وهذا اللي ما يخلينا نعتمد عليها كمصدر وحيد من مصادر الطاقة. الشيء الآخر هو أن هاي الشفرات اللي في التوربينات خطيرة جداً على الطيور، لأنهم ساعات ما يركزون فيها فيصدمونها ويطيحون ميتين. طيب، جربنا الشمس والهواء، ماذا عن الماء؟ هل ممكن أن نستخدمه لتوليد الطاقة؟ تعد أمريكا في طليعة الدول في تسخير طاقة المياه عن طريق التحكم بسدود الأنهار. فلما يمر الماء بقوة في داخل أنفاق صغيرة موجودة في السد، تتولد طاقة كبيرة تستخدم لإنتاج الكهرباء. واليوم تنتج أمريكا
7% من طاقتها الكهربائية عن طريق هذه السدود. اللي يميز هذه الطريقة أنها غير مكلفة إلى حد ما، فالسدود ما تحتاج إلى بنزين أو غاز علشان تشتغل، وإذا كانت المياه متوفرة وتجري فضمان استمرار توليد الطاقة موجود. لكن هذه السدود تحتاج إلى صيانة لما يبدأ الطمي والطين يتجمعون خلف السد. المشكلة الثانية اللي تلوث البيئة هي البحيرات اللي تتجمع خلف السد وتصير عميقة، فتغرق الأحياء المائية المتعودة على مياه النهر الضحلة. أما من الناحية الثانية من السد، يقل منسوب مياه النهر فيقل الأكسجين وتموت كثير من الأحياء فيه وكثير من الأضرار الأخرى على الناس الساكنة قريبة من السد. لذلك لابد أن تبنى السدود في مناطق بعيدة عن الناس. قامت شركة ألتيروس أنرجيز بتصميم توربينات عائمة في الهواء لإنتاج طاقة من الرياح. تقوم هذه التقنية على وضع مراوح في هيكل مطاطي، ثم يتم نفخ الهيكل بالهيليوم، وبعدين يطلقون التوربين ليطير ويصل لارتفاع 1000 قدم، حيث الرياح القوية اللي تهب باستمرار دون انقطاع، وبذلك يستمر دوران المراوح لإنتاج الطاقة طوال اليوم. هذا الهيكل يربط بحبال قوية علشان يثبت على الارتفاع المطلوب، وقريبا سيستخدم في القواعد العسكرية والمناطق النائية وأثناء الكوارث الطبيعية في الأماكن المنكوبة لإنتاج الطاقة. إحدى أكثر أنواع الطاقة المثيرة للجدل هي الطاقة النووية، اللي ما ينفع نقول عنها أنها طاقة نظيفة. هاي الطاقة تنتج من انشطار النواة إلى أنوية أصغر منها. هل تعرفون أن 30% من الطاقة المنتجة في أوروبا و10% من احتياج العالم من الطاقة النووية اليوم يأتي من مصانع نووية؟ شيء آخر، هل تتخيلون أن في العالم اليوم 438 مفاعل نووي موجودين في 30 دولة؟ السؤال هو شو بيصير لو صار تسرب بسيط في إحدى هذه المفاعلات؟ منذ بدء استخدام الطاقة النووية حدثت 7 حوادث خطيرة في العالم أدت إلى تلوث مناطق شاسعة، فأصبحت غير صالحة للعيش، مثل تشيرنوبل وفوكوشيما. تصوروا تسرب واحد حصل في تشيرنوبل قبل 30 سنة، يعاني منه الناس اللي عاشوا هناك لين اليوم، أطفالهم ولدوا مشوهين، وكثيرين من الناس اللي كانوا عايشين هناك وقت الحادثة ماتوا بعدها بالسرطان، ولين اليوم تعد تشيرنوبل منطقة محظورة. الخطر الآخر طبعا هو خطر انتشار الأسلحة النووية، لكن في المقابل لما يتم تسخير هذه الطاقة بالصورة الصحيحة ويتم تأمين المصانع تماما وتفرض قيود دولية على استخدام اليورانيوم بطريقة سليمة وآمنة، فيمكن أن يغير هذا المصدر الهائل من الطاقة مسيرة البشرية. تعرفون إيش كثر تشتغل الغواصات اللي تعمل على مفاعل نووي قبل لا تسوي ريفيول؟ 25 سنة، يعني من تدخل الغواصة الخدمة لين تتقاعد ما تعيد شحن نفسها. هذا مصدر عظيم وهائل من مصادر الطاقة. بسألكم سؤال، الزبالة اللي في البيت شو تسوون فيها؟ ترمونها صح ولا لا؟ لو قلت لكم ان هاي الزبالة ممكن تولد طاقة. في السويد يتم استغلال 99% من مخلفات المنازل والمصانع ليولدوا منها طاقة عن طريق حرق هذه المخلفات، والحرارة الناتجة من هالاحتراق تستخدم في تدفئة مياه المنازل وإنتاج الكهرباء. في بريطانيا وإيرلندا أيضاً بدأوا في تطبيق هذه الفكرة مؤخراً. يمكن ما يهمك كشخص إيش كثر راح يوفر العالم من أموال وإيش كثر وظائف جديدة بتطلع لما بتستخدم الدول مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لكن تصور أن بيتك كله يعمل بالطاقة النظيفة، يعني ماشي فواتير كهرباء، وتصور أن سيارتك اللي تشتغل بالكهرباء بتشحنها من البيت، يعني ماشي فلوس حق بتول السيارة. فوق هذا كله راح يكون الهواء أنظف، والخضروات والفواكه بتكون صحية أكثر، ويمكن الطقس يتغير بيصير أجمل. أنا متأكد أن كل هذا راح يهمك. لهذه الأسباب وغيرها نحتاج أن نفكر ببدائل الطاقة النظيفة من أجلنا ومن أجل الأرض.
حجر القديم.